ولسه مكملين معاكم فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 53، وكان لازم نتوقف شوية عند أدب الرعب. والنهاردة معاكم ومعانا الملقب الشهير بتاع الرعب، هم بيقولوا عليه كده بتاع الرعب، الكاتب الأستاذ محمد عصمت. أهلا بيك يا محمد. أهلا بحضرتك. إزيك؟ أولا أنا حابب أبارك لك طبعا على النجاحات الكبيرة اللي أنت عملتها. محمد كان ضيفنا طبعا في فقرة من فقرات يحكى أن في الاستوديو، النهاردة قررنا نكون موجودين معاك في معرض الكتاب. شكرا جدا انكم موجودين، وشكرا ان انتوا اديتوني الفرصه دي. الف مبروك على حدث بالفعل. الله يبارك. وده النسخه الرابعه، الجزء الرابع. الجزء الرابع، الجزء الرابع. امتى الكاتب بيحس انه يقدر يعمل جزء تاني، وامتى الكاتب بيحس انه خلاص الروايه دي مش هقدر اطلع منها اكتر من كده؟ المقياس في ده بيبقى في المقام الاول للجمهور. طول ما الجمهور متعطش للحاجه دي احنا بنديله اللي يرضي التعطش ده. لكن لو الجمهور حسينا في وقت من الاوقات ان هو اكتفى بهذا القدر من الحدوته دي او من الحكايه دي فبنوقفها فقط. هل انت ككاتب بتحب انك تسيب خيط في الاخر تقدر تكمل بيه، ولا انت لما بتعمل روايه لجزء واحد بتبقى قافل الروايه وانت عارف ان الروايه دي مش هتعمل منها اجزاء تانية؟ انا من الناس اللي بتفضل دايما استخدام حاجه اسمها النهايه المفتوحه في اعمالها. عندي كل اعمالي نهايتها مفتوحه. نهايتها مفتوحه يعني انا سايب الباب موارب عشان ممكن اكمل على ده بعد كده. حتى لو النهايه دي مقفوله برمي الخيط اللي حضرتك بتقولي عليه عشان يبقى فيه جاي بعد كده. اوكي. الرعب الحقيقه احنا اكتشفنا محمد من خلال يحكى أن طبعا، من خلال لقاءاتنا مع الكتاب، انه في اقبال شديد جدا عليه. واكتشفنا انه الاقبال كنا بنتوقع ان هو بس شباب، لا احنا اكتشفنا انه كمان السيدات والبنات مقبلات بشكل كبير جدا على ادب الرعب، على الرغم ان هم بيخافوا، بس غالبا احنا بنحب نخوف نفسنا. احكي لي شويه، الشباب اللي بيجوا لك، بنات بيجوا لك، كبار بيجوا لك، اطفال بيجوا لك، مين اكتر ناس بتيجي تشوف روايات محمد عصمت؟ اكتر ناس بتقرا ادب الرعب عموما او بتحب تجيلي هي فئه الشباب، وخصوصا البنات. البنات صح؟ يعني سن من 18 ل 30 سنه دي اكتر فئه بتيجي. ودي حاجه انا بعتبرها كويسه لسبب ان الناس دي او البنات دي في وقت من الاوقات هيكونوا امهات المستقبل. صح. فدول اللي هيربوا الجيل الجاي على القرايه. بالظبط. أيوة. فاحنا مش بنكسب بس قاعده قراء هنا، احنا بنكسب قاعده قراء جايه كمان لسه قدام شويه، فدي حاجه كويسه جدا. طيب احنا عندنا حدث بالفعل، ده الجزء الرابع، وعندك روايه ثانيه جديده، روايه اقصى من الموت. لسه صادره السنه دي. دي اللي هي ايليان؟ لا، ايليان دي ترجمه، روايه فضائي دي. دي حاجه ثانيه دي صدرت. انما دي روايه اقصى من الموت، دي روايه من تاليفي. وحقيقه انا بقالي فتره بكتب، والناس يعني انا شويه ببعد عن الرعب الشرقي بتاعنا شويه، بس الناس دايما بتطالبني ان ليه ما بتكتبش فيه. فالسنه دي حبيت اخد الريسك ده والخطوه دي، وكتبت دي اول روايه رعب اكتبها بتدور احداثها في عوالم الرعب الشرقي اللي فيه جن وتحضير ارواح واعمال وحاجات زي كده. وده اللي انا كنت لسه عايز اسالك عليه. احيانا الرعب عندنا كمصريين او كعرب بيكون ليه ملامح معينه. بالزبط. يعني لما بنسرح بخيالنا شويه ما يتصدقش، واحيانا الجمهور او القارئ يحس انه لا ده بعيد عننا وبعيد عن مجتمعنا. شكل الرعب اللي بتقدمه ايه، او شكل الوجبه اللي بتقدمها ايه علشان تكون مناسبه للعقل المصري او العربي؟ انا اولا بدور رقم واحد على الحاجه او الموضوع الذي لم يطرق بعد، الحاجه اللي محدش يتكلم فيها باستفاضه. ثانيا دايما بدور على الحاجه اللي ممكن تحصل جوه كل بيت. الحدوته دي لو قارئ اراها يقول ده انا ممكن في يوم من الايام اكون في المكان ده، مش خياليه قوي لدرجه ان احنا بنخرجها من نطاق العقل والمنطق، لكنها قابله للتصديق وقابله للمنطقه. ان احنا القارئ لما يقرا الرعب يحس واقعي، ده ممكن يحصل معايا، انا ممكن اتحط في وقت من الاوقات. وده كمان بيخلي القارئ يعني يرتبط جدا بالروايه، لانه حاسس ان الحدث ده ممكن يحصل له. فبتبقى حاجه بتعلق القارئ بالروايه، هو بيحس نفسه فيها وبيقراها، ودي حاجه اعتقد بتكون كويسه. يعني بتفكر في حاجه جديده ولا لسه؟ والله في مشروع جاي ان شاء الله بحضر له بقالي فتره، هيبقى برضه في ادب الرعب، بس هيبقى رعب تاريخي بيتكلم عن حادثه شهيره جدا في تاريخ مصر، ولكن هاخدها من القالب التاريخي احطها في قالب رعب. جميل. انا مش هعطلك اكتر من كده، وبتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله من نجاح لنجاح. شكرا لحضرتك، ويا رب اكون كنت ضيف خفيف عليك. ميرسي يا محمد. شكرا وبالتوفيق. ربنا يخليك. شكرا.